النبي يعقوب يفقد ولده النبي يوسف النبي يعقوب بنص القرآن الكريم تعامل مع هذه القضية تعامل استثنائي كثير من الآباء يفقدون أولاده في العالم ولكن تعامل النبي يعقوب على نبينا واله وعليه الصلاه والسلام كان تعامل استثنائي. القران الكريم يقول: وتولى عنهم وقال يا اسفا على يوسف، الاسف كما يقول المفسرون يعني الحزن الشديد. هذا معنى الاسف. وبيضت عيناه من الحزن في آية في آية أخرى قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف يعني لا تفتأ يعني لا تنفك حتى تكون حرضا الحرض يعني المريض المشرف على الموت حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين يعني إما تشرف على الموت واحد يكون على حافة الموت وإما يموت بالفعل هذا القرآن وهذا مو رجل عادي هذا النبي من الأنبياء في حديث مذكور في تفسير البرهان سئل الإمام صلوات الله وسلامه عليه عن حزن يعقوب على يوسف فقال حزن سبعين سكلا بولدها ما أدري أنتم شايفين امرأة تفقد ولدها هذه يقال لها ثكلة أنا شايف أب فقد ولده في ريعان شبابه كان منهار ما كان يتمكن يقف على قدمه الأم عاطفتها هواية أكثر كان حزنه حزن سبعين سكلا بولدها بكى كم عام بكى أعوام طويلة بهذا التعامل الاستثنائي يعقوب النبي يعقوب ما أقول صنع من هذه قضية هاي العبارة مو دقيقة، وإنما عكس هذه القضية، قضية كانت تموت، قضية يوسف، ولكن أحيا هذه القضية في المجتمع، لم يحي هذه القضية في ذلك المجتمع، وإنما أبقى هذه القضية على مر التاريخ إلى هذا اليوم. إذا ما كان تعامل تعامل استثنائي القضية ما كانت تبقى كم من القضايا الكبرى في التاريخ نسيت كم نبي إحنا عدنا عدنا 124 ألف نبي في التاريخ وفي البحار على ما أتذكر عدنا 300 ألف نبي إحنا لا نعرف حتى أسماءهم نبي بعظمته ينسى حتى اسمه لا يذكر ولكن يعقوب بهذا التعامل الاستثنائي مع هذه القضيه ابقى هذه القضيه عبر القرون الى هذا اليوم وستبقى قضيه يعقوب ويوسف الى ان يرث الله الارض ومن عليها تعامل استثنائي هذا القران الكريم أهل البيت وعلى رأسهم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله تعامل مع قضية الحسين، مع قضية كربلاء، مع قضية عاشوراء تعامل استثنائي. كل أهل البيت. توجد هنالك عبارة في زيارة عاشوراء ما أدري أنتم فكرين في هذه العبارة أو لا، عبارة عجيبة. في زيارة عاشوراء أكو هنالك عبارة حول يزيد دققوا في مفردات هذه العبارة يقول اللعين بن اللعين يعني يزيد ابن معاوية على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه النبي يعني شنو في كل موطن وموقف؟ ظاهر هذه العباره ان النبي الاعظم في كل موقف كان يتذكر قضية كربلاء. في كل موطن، يعني اذا دخل البيت تذكر قضية كربلاء، ولعن يزيد ابن معاوية. اذا جاء الى المسجد تذكر قضية كربلاء، ولعن يزيد ابن معاوية. طبعا ثقافة اللعن موجودة في القرآن الكريم شوفوا كم مادة لعن أكو في القرآن الكريم اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه النبي لا أقول أن النبي صنع من كربلاء قضية النبي عكس هذه القضية أبقى هذه القضية. الإمام الرضا صلوات الله عليه تعامله مع قضية كربلاء كان تعامل استثنائي، إن يوم الحسين أقرح جفوننا. إيش واحد يجب أن يبكي حتى تقرح هذه العين؟ إيش قد لازم يبكي؟ أنتم شايفين إنسان في حياتكم أقرحت عينه من البكاء حتى الأمهات الثكلى شايفين أنا ما شايف واحد هل قد يبشي إلى أن عينه تبتلى بالقرح يعني تعامل استثنائي ما كان تعامل طبيعي القضية الاستثنائية تحتاج إلى تعامل استثنائي قضيه كربلاء ما كانت قضيه عاديه ان يوم الحسين اقرح جفوننا الامام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه ما كان يتعامل ما تعامل مع قضيه الحسين صلوات الله عليه تعامل عادي التعامل العادي يكون مع قضية عادية ولا يكون مع قضية استثنائية فلأندبنك صباحا ومساء بعض الحسينيات أنا شاهدتها كل يوم عندهم تعزية صبح وليل دورة العام هذا يعني تعامل استثنائي هذا يعني الاقتداء بالإمام المهدي صلوات الله عليه فلا أندبنك صباحا ومساء ولا أبكين عليك بدل الدموع دما الذين يدعون إلى التعامل الطبيعي مع قضية عاشوراء التعامل الطبيعي يعني إنهاء قضية عاشوراء قضية عاشوراء لا يمكن ان يتعامل معها تعامل طبيعي، يجب ان يتعامل معها تعامل استثنائي. بعض العلماء كان يقول لي هل يمكن ان نستفيد من هذه العبارة؟ أئمة أهل البيت قدوات. هل يمكن ان نستفيد من هذه العبارة انه من المستحب على كل مؤمن في كل بقعة في العالم أن يذكر الحسين ويندبه صباحا ومساء في كل يوم ولو بهذا المقدار أنه الصبح يقول وحسينا يذكر الإمام ويندبه بهذا المقدار فلا أندبنك صباحا ومساء هذا التعامل الاستثنائي هو الذي أبقى هذه القضية وخلد هذه القضية المؤمنون الأولياء العلماء الأبرار تعاملهم كان تعامل استثنائي عندما يلبس السواد في يوم عاشوراء يعني اعتبر هذا اليوم يوما استثنائيا الاستثناء ايضا الى مراتب اكو بعض العلماء بعض المؤمنين عشره ايام يلبسون السواد على سيد الشهداء اكو بعض الافراد شهرين كاملين شهري محرم وصفر يلبسون السواد اكو بعض الافراد لا ينزعون السواد الا يوم الثامن من ربيع الاول شهران وثمانية ايام تقريبا واحد من الافراد توفي اولاده ما لبسوا السواد عليه عادة عندما واحد يتوفى له قريب أبو أم زوجته يلبس السواد ما لبسوا اولاده فقالوا لهم ليش ما لبستوا السواد؟ قالوا في الواقع احنا نخجل من الامام الحسين صلوات الله عليه، نخجل من النبي الاعظم احنا على الامام الحسين لا نلبس السواد، نلبس على ابونا هذا تعامل استثنائي. الشيخ عبد الكريم الحائري رحمة الله عليه في كل يوم قبل ان يبدا بالتدريس كان يامر خطيبا بان يصعد المنبر او يقف ويتلو مصيبة سيد الشهداء، هذا تعامل استثنائي. يعني مو قضية طبيعية، مو قضية عادية. وفي أيام عاشوراء في اليوم العاشر ليلة العاشر كان يخرج مع اللاطمين وهو المرجع الأعلى بعد مرجعيته كان يقولون شيخنا هذا مو مناسب لك كان يقول الشيخ عبد الكريم الحائري كل ما عندي اي البركات الكبيره اللي جرت على يده انما هي من الامام الحسين ثم يذكر قضيه موته او اشرافه على الموت وعودته الى الحياه بشفاعه سيد الشهداء السيد عبد الهادي رحمه الله عليه قبل ان يقول الله اكبر في كل صلاه كان يقول اولا السلام عليك يا ابا عبد الله ثم يقول الله اكبر كانوا يقال كانوا يقولون له لماذا كان يقول هذه الصلاه التي نصليها ويصليها جميع المسلمين في الارض انما هي ببركه دماء سيد الشهداء اذا الامام الحسين ما كان يزيد ومعاويه وبني اميه قضوا على الاسلام وانتهى الاسلام تاريخ كان يصير شبح هذا كان هدفهم ينهو ينهوا من الوجود هذه الصلاه ببركه السيد الشهداء هذه التعاملات الاستثنائيه هي التي ابقت القضيه وحفظت القضيه حافظت على حرارتها، احنا كل واحد منا يجب أن يكون له دور في ذلك، يجب أن نفكر، كل واحد منا يفكر ماذا يمكن أن يقدمه في هذا المجال.